ديت على ميديت. كاين بعض المواد البلود اللي ما تسفرش حتى هي طوماتها سرقه بالكسر. دخل 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 مقبل العبد داخل سرقه مسبوق ما يديرش. سرقه مسبوق ما يديرش. وعلاش؟ اش غادي تمر؟ ها المره هذه سيدي غلطوا في كل مره اللي غلطوا. دبزه دبزه. حاول تكون مواطن صالح. ان شاء الله ما دابا. واش دير؟ ان شاء الله غادي تالي رانا نتعلموا. كونوا فيكم احنا على داير التكوين باش نقولوا للمسجون الى ما كنتش تعرف صنعه ما كنتش تعرف خدمه هنا كونوك. احنا هاك شفتوا عندنا ورشات تكوين مهني الشباب والرياضه عدد قطاعات تخدم معنا باش نكونوا الناس. الحمد لله تعلمنا زعما يخرج تخرج كاين اللي خيار كاين لي بلومبي كاين لي سودور كاين لي كوافور يا اخي هكذا راه خرجوا دوك راهم يخدموا لاباس عليه. حاولوا تدي صنعة من هنا كي تخلص العقوبة نتاعك ارجع حاول تلقى عمل ونخرط في المجتمع وان شاء الله تكون هذه اخر مرة. ان شاء الله تكون اخر مرة.